ضيوفنا الآن الدكتورة سارة العميري، رئيس شعبة الصحة المدرسية بمنطقة العاصمة الصحية، الدكتورة رفيدة المجدلي، رئيس شعبة الصحة المدرسية بمنطقة الفروانية الصحية، الحديث حول عيادة الطلبة المبتعثين. تعتبر الصحة المدرسية مجموعة من المفاهيم والمبادئ والخدمات أيضاً اللي تم تقديمها من أجل تعزيز صحة الطلاب وصحة المجتمع من خلال مراكزها المنتشرة في الكويت، والهدف الرئيسي هو تحسين وحفظ أيضاً صحة الطالب ورفع منسوب التعليم. وقد تم أيضاً تخصيص عيادة خاصة للطلبة المبتعثين خارج دولة الكويت لإجراء جميع الفحوصات الطبية الخاصة فيهم. وعشان نتعرف وياكم مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع، معانا داخل الاستديو الدكتورة رفيدة المجدلي، رئيس شعبة الصحة المدرسية في منطقة الفروانية الصحية، وأيضا الدكتورة سارة العميري، رئيس شعبة الصحة المدرسية في منطقة العاصمة الصحية. يا أهلا ومرحبا فيكم، نورينا داخل الاستديو، سعداء بوجودكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا جميل اكيد ويخص يمكن بعد الطلبه المبتعثين. بالبدايه ابتدي معاك دكتوره رفيده، وخلينا نتكلم عن مراكز الصحه المدرسيه وايضا اليوم الخدمات اللي تقدمونها للطلبه المبتعثين ولطلبه المدارس. اول شيء يعطيك العافيه وشكرا على استضافتكم لنا. بالنسبه لنا احنا كاداره صحه مدرسيه عندنا مراكز موزعه على كل محافظات الكويت. المراكز هذه تقدم خدمات حق الطالب من أول ما يدش الروضة، يعني يصير طالب إلى تخرجه إن شاء الله ويدخل الجامعة. فنقدم خدمات داخل المركز ونقدم خدمات في المدارس. اللي داخل المركز اللي هي نسويها فتح الملفات حق الطلبة المستجدين، حلو، سواء روضة أو ابتدائي، فحص البعثات اللي احنا اليوم جايين نتكلم عنه، نسوي فحص للطلبة بالفرق الرياضية، كذلك عندنا يعني عندنا اللي داخل المدارس بالعيادات، نتابع الحالات الخاصة، إسعاف الحالات الطارئة، متابعة العيادة، نسوي فعاليات داخل المدرسة، وطبعا هم متابعة العيادات طبعا لطلبة المدارس والمراكز الصحية. دكتورة سارة، كلميني عن عدد المراكز اللي راح تستقبل الطلبة المبتعثين. أول شيء بالبداية إحنا هلا فيك. يا هلا ومرحبا فيك. إحنا بالنسبة حق مراكز اللي موجودة بالصحة المدرسية، طبعا هي عددها 8 مراكز متوزعة على جميع محافظات الكويت، 6 محافظات. عندنا في محافظة العاصمة، عندنا محافظة العاصمة فيها تقريبا 4 عيادات، محافظة واللي فيها 4 عيادات، محافظة الجهرة، مركز الجهرة يكون فيه 4 عيادات، وعندنا بعد مركز المطلع أنتن عندنا عيادة، الأحمدي 5 عيادات موفرينها في مركز فحيحيل، عندنا في صباح منطقة صباح قطاع دي عندنا عيادة، وعندنا في مبارك الكبير 3 عيادات، عندنا بالفروانية عيادتين، وعندنا هذه تقريبا في كل محافظات الكويت. ما شاء الله، يعني خلينا نقول مراكز كثيرة والعيادات موجودة ومتوفرة في جميع محافظات الكويت. دكتورة رفيدة، يقدر أي طالب مبتعث يراجع إحدى هذه المراكز ولا في مراكز معينة؟ لا، الحين هذه المراكز مفتوحة وعادة نستقبل على حسب البطاقة المدنية. فعندك يعني بالفروانية اللي تبع محافظة الفروانية بالرقعي عندي، العاصمة يروح الصقر، الأحمدي عندك نفس ما قالت الدكتورة سارة المطلع وفحيحيل الصحي، مبارك الكبير في مركز الصحة المدرسية اللي هو منطقة العدان، محافظة حوالي في مركز الصحة المدرسية بمنطقة بيان، والجهرة طبعا عندنا مركزين، هو مركز الجهرة الصحي والمطلع أنتن. ممتاز، على البطاقة المدنية ويراجع المركز الصحي اللي طبعا تابع للمنطقة مالته. دكتورة سارة، هل تستقبلون أيضا جميع الطلبة المبتعثين أيا كانت الهيئة تابعة لها أو الدراسة؟ هي طبعا احنا نستقبل جميع الطلبة المبتعثين، سواء كان هو تابع التعليم العالي، مدارس خاصة أو حكومة، أو إذا كان الطالب على نفقته الخاصة أو أي جهة أخرى. حلو، الجميع يعني الجميع نستقبل جميع الطلبة المبتعثين. دكتورة رفيدة، شنو الفحوصات أيضا اللي تطلبونها يعني من الطالب أو اللي تم إجراءها، خصوصا الطلاب اللي بيروحون بعثات خارجية؟ عادة الجامعات هي تطلب تحاليل معينة، فكل جامعة على حسب شنو طلباتها. في جامعات تطلب فيروسات، في جامعات تطلب فحص الدرن، بس بشكل عام احنا نسوي الفحص الكلينيكي، فحص النظر،
نسوي ترجمة شهادة التطعيمات للطالب لأن أغلب الجامعات تطلبها، بالإضافة إلى الفحوصات الخاصة اللي طالبينها هالجامعة سواء فيروسات، تحاليل دم أو أشعة. ممتاز. احنا ليش الموضوع مهم جدا وشيق؟ لانه بالفعل ممكن بعد الحين الطلبه يعني اللي عندهم بعثات دراسيه صحيح. محتاجين بالفعل يعرفون هذه المعلومات والنقاط المهمه. دكتوره ساره، شنو الاوراق او المستندات المطلوبه من الطلاب؟ طبعا الحين احنا متوجهين حق ويعني الالكتروني، فعندنا بالنسبه حق يعني اغلبيه الطلبات راح تكون عن طريق ابلكيشن سهل او ابلكيشن هويتي، اللي راح ناخذ نحتاج رقم الجواز حلو، نحتاج البطاقه المدنيه والرقم المدني اللي هو موجوده بالابلكيشنات، ونحتاج ايضا صوره حديثه للطالب شخصيه صوره واحده، ونحتاج شهاده التطعيمات الاصليه عشان يتم ترجمتها عندنا وتوثيقها وطباعتها، ونحتاج كتاب قبول الطالب للبعثات سواء كان طبعا اذا كان من التعليم العالي نحتاج الكتاب من وزاره التعليم العالي، واذا كان على نفقته الخاصه ما يثبت قبوله بالجامعه. ممتاز. والتطبيق ايضا موجود ومتاح صح. يوفر الوقت والجهد والزحمه ايضا صح. في حال دكتوره رفيده الطالب حضر بنفسه يقدر هو يعني يكون موجود ايضا ويستوفي هذه الاوراق او الشروط، او في شخص ينوب عنه عادي؟ هو عاده هو ضروري وجود الطالب عشان فحص النظر، الفحص الكلينيكي، ناخذ منه التاريخ المرضي، فوجوده شيء اساسي ومهم ان كل طالب مبتعث هو يجي عشان يخلص ان شاء الله. حلو ممتاز. وفي مواعيد لاستقبال الطلبه دكتوره سارة عدل؟ إحنا موجودين من الأحد للخميس بالفترة الصباحية من 7:30 إلى 1:45، وعندنا يوم الأثنين والأربعاء فقط الفترة المسائية من 2:00 إلى 9:00، بس عندنا مركزين اللي هو مركز المطلع أنتن ومركز صباح الأحمد قطاع دي، يشتغلون الأحد والثلاثة الفترة الصباحية فقط. فترة صباحية حلو. هذه المواعيد موجودة أيضا وموجودة يعني نقول إذا دش الطريقة الأبليكيشن تبين أو يروح يسأل وسائل التواصل الاجتماعي يتم الإعلان الإدارة عنها. إدارة الصحة المدرسية فيها موجودة المواعيد. موجودين. شنو الخدمات أيضا دكتورة رفيدة اللي تقدمونها للطلبة المبتعثين؟ احنا عادة مثل ما قلت ان نسوي يعني كل الطلبات اللي يطلبونها تطلع من طريقنا، احنا نوجه الطالب اذا في شيء خارج المركز، نسوي ترجمة شهادة التطعيم لما تكون يجيبها نترجمها عندنا، كذلك نطلع شهادة لائق صحيا موجهة للجامعة، فأي شيء من حق الجامعة كفحص صحي يكون عن طريق مركز الصحة المدرسية. ممتاز. يمكن أكثر شيء حير الطلبة يمكن أو السؤال يمكن لو أنا ممكن أقول هل الإجراءات هذه يعني دكتورة سارة راح تأخذ وقت طويل عشان تخلص؟ لا، عادة إحنا إجراءاتنا تقريبا من يدخل الطالب عندنا الصحة المدرسية لين يخلص تقريبا تأخذ بحدود 30 إلى 45 دقيقة فقط. يعني أنا أبغى يومين أو ثلاثة أيام بالكثير. يعني هو إذا عنده الأوراق وكل شيء جاهز راح يطلع، بس يخلص هذا كل دورة يعني داخل مركز الصحة المدرسية من تمريض وأطباء والترجمة هذه كلها هذه مدتها، بس مرات مثل ما قلت لك في تحاليل إنه يطلبونها برا، فهذه اللي تحتاج يعني. تاخذ هذه يعني إنه لازم يروح يخلصها، بس عندنا بالمركز ما يطول إن يعني شاء الله. إحنا عندنا بالمركز إحنا نسوي كل يعني محاولين نسوي كل اللي نقدر عليه عشان نسهل على الطالب ونخلص إجراءاته في يعني أسرع وقت إحنا نقدر نخلصها فيه، واستعداداتنا تكون من قبل عشان تجهيزات نجهز كل شيء من قبل طبعاً. بس أما إذا بالنسبة حق التحاليل اللي تطلبها الجامعات هي اللي ممكن نفس ما قال الدكتورة فايدة ممكن هي اللي تأخذ وقت. صحيح. ممتاز. يعطيكم ألف عافية. شكرا على المجهود اللي تبذلونه أيضا والخدمات اللي تقدمونها في المراكز الصحية سواء كانت للطلب طلبة المدارس أو الطلبة المبتعثين في الخارج. عساكم على القوة. طبعا في نهاية هذا اللقاء مشاهدينا كل الشكر للدكتورة رفيدة مجدلي رئيس شعبة الصحة المدرسية في منطقة الفروانية الصحية، وأيضا دكتورة سارة العميري رئيس شعبة الصحة المدرسية في منطقة العاصمة الصحية. لازلنا مستمرين أكيد معكم في فقرات مساء الخير يا كويت. تعتبر الكتابة هي مهارة فنية تحتاج إلى إبداع وتفكير عميق للتعبير أيضا عن الأفكار والمشاعر بشكل فعال، والكتابة أيضا تسمح للكاتب بأن يصبح صانع للأفكار ويؤثر أيضا في الآخرين من خلال كلماته اللي تمكننا من العيش في مختلف العصور والأقطار من خلال قصة أو رواية قام بكتابتها.